أيها الإخوة الكرام، حينما صعد الإنسان إلى الفضاء الخارجي وصوروا الأرض، في خط بين كل بحرين، خط وليس خطاً، حقيقة تباين لونين. البحر الأحمر بباب المندب في خط، البحر الأحمر بالقناة في خط، البحر الأبيض بمضيق جبل طارق في خط، بالبوسفور في خط، الأسود والأبيض والأحمر والعربي والأطلسي والمحيط الهادي، بين كل بحرين في خط. هو الخط تباين لونين. أحد كبار علماء البحار ألماني درس الظاهرة 10 سنوات. مرة جاء بكمية كبيرة من قصاصات الورق وضعها باب المندب، لم تنتقل إلى البحر العربي إطلاقا، كأنه في جدار. صور عند هذا اللقاء من قاع البحر، صورة عندي، جدار. ما هذا الجدار؟ هذا الجدار يؤكد أن مياه البحر الأحمر لا يمكن أن تختلط بمياه البحر العربي، ومياه البحر الأحمر لا يمكن أن تختلط بمياه المتوسط، والمتوسط لا يختلط بالأطلسي. الآية: مرج البحرين، بحر وأمواج وحركة دائبة، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه الآية حيرت عقول العلماء سابقا، الآن كشفت. كشفت أن كل بحر له مكونات، له ملوحة، له كثافة، له درجة حرارة، كل خصائص البحار تتميز بها، ولا يمكن أن تنتقل مياه بحر إلى بحر آخر. أحياناً في عنا شيء آخر، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بين البحرين برزخاً وحجراً محجوراً، كأنه في جدار بين المياه المالحة والمياه العذبة. فهذا من إعجاز القرآن الكريم، مرج البحرين يلتقيان.